تعالوا نعمل بقى الكسكسي بالمكسرات. كسكسي حلو. نخش بقى بالحله دي تاني عشان نعمل كسكسي زي ما بنعمل الرز بالظبط. ادي الزبده بتاعتي وادي الكسكسي اهو عشان ما تلحق ايه ما نلحقش نحرق الحاجه. سنه ملح صغيره مش كتير اهي عشان يبقى عيش وملح. يلا وادي اللبن بتاعي نسقسق بيه كده. بعد كده ادي سكر ادي عين جمل ادي بندق ادي فستق ادي جوز الهند.